يعطيكم العافية. نحن بنعتذر لأنه صار في مشكلة، ببساطة رجعنا على فرم ومشاوي قات بمدينة النبطية المدخل الرئيسي بناية معهد الأفاق. بدنا نشوف لؤي، كنا قبل شوي عم نتحدث نحن وياه لأنه ممكن يكون بالرغم من الظروف اللي عم نمرق فيها والأيام الصعبة قرروا يفتتحوا ببداية شهر رمضان المبارك الفرن والحمي. هذا نوع من التشجيع، نوع انه نحن ما بنستسلم، شعب بيعيش الحياة ما بتهم الصعوبات والعقبات اللي بيمرق فيها ومنتوكل على رب العالمين. استاذ لؤي، يلا لنرجع. بهالدقيقة نحن بنكون عملنا جولة، وعلى أكيد قبل شوي حكينا الأستاذ لؤي عن اللحمة ونوعيتها، ونحن بس ناطرينه لحتى لي يرجع، ما لأنه ما كان في صوت ناطرينه لحتى لي يرجع يحكينا عن الملحمة والأنواع اللي بيقدموها، الأصناف شو بيتميزوا. مثل ما شايفين الفرن عم يشتغلوا الشباب يعطيهم العافية. أستاذ لؤي بنعتذر، نحن قبل شوي ما كان في صوت، بدنا نرجع نعيد شو اللي كنا عم نحكي بالأصناف اللي بتتقدم ونوعية. نحن هون عم نشتغل بالبضاعة البكير الإسبانية اللي هي بكيرة الليموزين، هي أتقل نوع لحم موجود بالسوق عنا على تقريبيا. عم نشتغل نحن السيستم التركي، عم نحاول نجيبه شوي لعنا على المنطقة نفوته، عم نعمل شيء جديد إن شاء الله. يعني عنا أنواع وأصناف جديدة مش مهما كان موجودة، ما عم نقول لك موجودة يعني أو مش موجودة، موجودة بس مش من جنوب عنا، فإن شاء الله نحن نكون عم نقدمها بأشهر طريقة يعني، وإن شاء الله أطيب لحمة تكون بإذن الله. طيب خلينا نشوف نحكي شوي عن الأصناف. عنا هون توماهوك ستيك، هيدي توماهوك ستيك المعروفة عالميا. عنا ريش الغنم ورف، عنا كمان ستيك البكيرة، في عنا كمان هيدا زور. هيدول اللي هون هن الطريقة متبلة تركية، هيدول هن عبارة عن ستيكات لحم زائد لية غنم، كان عمل بس بلية الغنم. هيدول بينشوه وشوي بتحطهم على الجريل، شي طعمة عالي كتير. عنا هيدول لحم مشوية، بس لحم مشوية مش مثل ما نحن معترف عنه، يعني مش شقف لحمة، هي عبارة عن رول لحمة ملفوفة كمان هي للشوي، تجي فيها فلايف. كيف بدنا نشوف الباذنجان مع اللحمة؟ أكيد أكيد أكيد، باذنجان فلايف الكوسة كله موجود إن شاء الله. طيب ننتقل للنوعية الثانية، الأصناف الثانية اللي موجودة عندنا. عندنا هيدون الدجاج، نحن الدجاج عم تجي السيارة مبردة في مطبخ مركزي، هو عم يجي يجهز لنا الدجاج. الدجاج متبل بهارات عبيده، كل شيء بالمحل عنا هون نحن بنستعمل بهار عبيده. الدجاج متبل بهار عبيده، تتبيلة كتير طيبة. بيروت معروف بيعطي بس المطاعم الكبار، فيها 5 نجوم مطلوع، والأسعار كمان عم نحاول نكون قد ما فينا نكون مثل السوق فيها. هون نحن عم نحكي كيلو دجاج رح يكون 800,000 المتبلات إن شاء الله. طيب بالتذكير بأسعار اللحم اللحومات. اللحومات نحن هون عم مثل ما قلت لك قبل، نحن عم نعمل شيء مثل نحاول انه نجذب العالم بهذا الموضوع، لانه سعر اللحم نحن عم نستلمه هي بالعادة بالسوق من 1,100,000 1,200,000 1,300,000 حسب كل لحم كيف عم يبيع. مطاعم الكبيرة عم تبيع 1,500,000 وطلوع. فنحن هون عم نحكي اللحمة كبداية شهر رمضان ان شاء الله، ونحن هون لنكون حد العالم كلنا مع بعض. ان شاء الله هون كيلو اللحمة رح يبلش من 900,000 950 تبلات اللحمة او موزات، ومليون بفتاك شاورما للشوي، كل هيدول زائد الاصناف اللي هن للشوي جاهزة، اشياء مجهزة ان شاء الله. كيف الدوام ببداية شهر رمضان المبارك؟ نحن حنكون برمضان وغير رمضان ان شاء الله. كبداية هي من الساعة 8 للافطار، يرجع الفرن بيفتح على السحور من الساعة 11 للأذان إن شاء الله يعني بإذن الله. وعنا موضوع اللحمة هلأ كبداية، نحن بس قبل شهر رمضان، وبشهر رمضان هي عبارة عن الإفطار إن شاء الله. إذا هدي الوضع وهي
نحن هنكفي لبالليل لساعة 10-11 بإذن الله. لنشوف كيف الله بيسرها. بس في دليفري ورقم تليفون؟ في عنا فري دليفري، رقم التليفون هلا بنحط لكم اياه بالصورة. فري دليفري ان كان منقوشة زعتر ولا 10 كيلو لحمة، كلياته فري دليفري. مع الزبون ما بيتعرف على شيء، منطقة النبطية كفر رمان حبوش ان شاء الله بإذن الله. شو بدك تقول بالنسبة لهذا الوضع اللي نحن فيه؟ عم تقول انه نحن عم نفتحه بهذا الوضع. نحن عم نفتح شوي، العالم بيقولوا لنا شو عم تفتح بهذا الوضع وهي، بس نحن ما بحياتنا هزنا شيء. نحن بجنوب ولاد النبطية، النبطية إلا تاريخها من 82 لهلا، وما قبل 82، ما قبل الاحتلال الفرنسي كمان، كلياته نحن هون معروفين. ولا بعمرنا هزنا شيء ولا حيزنا شيء. نحن قد وقدود بالنهاية، ما عنا شك بهذا الموضوع، ولا بأهلنا وبعائلتنا اللي هون، لأن أهل المنطقة. طيب بدنا نفوت على القسم الثاني. تفضل. خلينا نعرف القسم اللي هون. هون عندنا الملحمة مثل ما شايفين، اللحمة هي قدامكم بتنقص، كل شيء بينقص قدامكم كيف ما بدكم. هون المعلم عباس بلشنا بالطولية الناي لحتى ندوق. هيدول هيك شيء سريع لحتى يدوق العالم عن شو عم نحكي. تتبيلات مميزة، طعم مميزة، نكهة مميزة، كله الحمد لله. إن شاء الله هلا شوفة عيونكم بإذن الله بتدوقوا بتعطونا رأيكم. طيب هون عنا الفرن. هلا بنعتذر شوي على العجقة بس لأنه مضغوطين. عنا هون الفرن، عجينة هي عبارة عن أتقل نوع عجين عم نستعمله، أتقل نوع طحين بالاضافه للجبنه كمان، اتقل نوع جبنه عم نستعمل، ما عم نسترخص بولا اي ماتيريال فيها. عجينه مميزه كتير كتير كتير. هلا اللي حيجي يجرب يدوق رح يعرف عن شو عم نحكي. في ثلاث انواع عجين عنا عجينه بعلبكيه، عنا العجينه العاديه اللي نحن بنعرفها هون، وعنا العجينه الارمينيه او طرابلسيه اذا بدكم، اللي هي بتجي مثل رقاقات. الطرابلسيه ورقاقات هن يفضل يوصوا عليهم قبل. هلا فرجيك كيف بلش يحطون برا. عجينة طرية مميزة ما في منها بالمنطقة، كونوا أكيدين 1000% ما في منها بالمنطقة. بدنا ناخذ مشهد للشباب، فينا ناخذ مشهد على بنك. يلا يعطيك العافية. بس لحتى نشوف الفرن. يلا اسف. هذا كرواسون، ميني كرواسون. هلا انا عم بعمل لبنه، عم متبلها لبنه. بدي اعمل صوص صغير. يلا نشوف الطريقه اللي بدها تطلع فيها. بنعمل جوله بنرجع على الخبز، بنعمل جوله صغيره وبنرجع. انا هرجع برا. يلا لكن بتشوفهم برا. يلا لننتظر لبعض. نحن عم نحكي عن ملحمة وفرن ومشاوي كاتس النبطية، الشارع الرئيسي طوارق فرمان باتجاه النبطية بناية معهد الأفق. يلا هولي اللي كنا عم نحكي عنه. صحتك بالدنيا. صحتك بالدنيا. عجينة رقاقات اللي هي عجينة طرابلسية، عجينة شوي مميزة بالمنطقة، ما بعتقد حدا بيعمل منها. وعندنا هيدا العجينة اللي هي كمان أرمينية، فطاير سبانخ، عجينة اللي بتدوب دوابين بالتن، لحمة بعجينة بعلبكية على الأصول، مش بفرن حطيناها بالمخبز ويلا شلناها، لا هيدا إلها طريقة معينة، تتبيلة معينة، والعجينة حتى إلها عجينة معينة. مش كل شيء يعني الزعتر جبنه مناقيش كلياته نفس الشيء، لا كل عجينه لها خصوصيتها ان شاء الله. تفضل دول. نحن بدنا ناخذ راي حدا من المشاهدين. خلينا نحكي مع الاستاذ. الاستاذ محمد بيطار رئيس غرفه الاقتصاد والتجاره، عرفنا عنك الاستاذ محمد. بدنا نشوف دقت شي برا توقفون الشباب. لؤاي كحيل
والاسم بيدل على حاله. مسؤول كحيل يعني بتعرف شو يعني كحيل. كحيل هن أصحاب الملاحم أبا عن جد وبكل ثقة. بس نفوت على ملحمة عنوانك حيل بكل ثقة، بالإضافة للتقنيات الحديثة اللي طرقت على الملاحم الموجودة هلأ. لؤي من الناس اللي اشتغلت على حالها واشتغلت انها تكمل بالسوق مش تفتح وتسكر. وهينا اليوم جايين نبارك له على ليلة شهر رمضان المبارك، الله يعيده عليكم وعلينا وعلى الأمة بالخير وبالصحة وبالأمن وبالأمان، ويكون الأيام أفضل كتير من هالأيام. بجدد المباركة لافتتاح هيك مؤسسات، لأنه فيني بهيك نحن وضع بيكون صاحب المؤسسة اللي عم يفتتح هلأ هو مجاهد، أنه عم يستثمر بأوضاع نحن كل العالم تعرف كيف هي، والله ياخذ بيدهم ويعطيهم. وحنكون ان شاء الله من موقعنا الرسمي نحن كرئيس مصلحه اقتصاد بمحافظه النبطيه حنكون حدهم اذا نضلوا عم يشتغلوا صح. ويعطيكم الف عافيه. استاذ موسى الحرش ميساني رئيس جمعيه التجار محافظه النبطيه، يعطيك العافيه. حبيبي الله يعافيك. نحن بنشجع ومنقدر اللي هن عم يعملوه، ومنقدر انه عم يفتح بظروف كتير صعبة، وهيدا الشيء نحن ننبسط فيه ومنشوف حالنا فيهم للشباب، انه بهيك ايام صعبة عم يفتحوا. الف مبروك لإلهم، وان شاء الله بنشوف على وجهه الخير. حبيب قلبي. استاذ محمد الأستاذ محمد عنصو، إذا بدنا ناخذ كلمة مش عارف منين بيطلع. الأستاذ محمد عنصو كنا الأستاذ محمد الدكتور دكتور محمد عنصو مدير مكتب الشباب والرياضة وحركة عمل. يعطيك ألف عافية الله يخليك. بداية تصويب مش مسؤول الشباب والرياضة، كنت سابقا. نتمنى التوفيق للشباب بهذا المشروع الجديد، وخاصة بهذه الظروف الصعبة اللي عم بتمر فيها البلد، وهيدا الشيء بيعبر عن إرادة الحياة اللي بيتمتعوا فينا أهلنا بجنوب، إرادة الحياة والصمود في ظل كل الاعتداءات والمجازر اللي عم بتصير، لنعبر بصوت عالي وبرسالة إنه لا، نحن من أصحاب إرادة الحياة اللي منعبر عنها بالمشاريع الجديدة والإنجازات الجديدة، بعكس ما يريد العدو لهذه البلد بالدمار على كل المستويات التجارية والاقتصادية والإنسانية. نتمنى التوفيق للجميع. دكتور محمد شميسي، دكتور محمد أنصو مدير مكتب النائب هاني قبيسي. يلا بس الله يبارك. ألف مبروك وإن شاء الله بالتوفيق. الله يبارك. الله مبروك. الله يبارك. الله مبروك. يعني مشد على إيدك الواحد يفتح حس الصمام بهيك وقت وبهيك وضع عني عن جد مجاهد. طالما إنك مثل ما قلت، طالما إنك عم تشتغل صح نحن حدك. بس تغلط ما حنسمح، وبدك تحافظ على العنوان آلك حيل. يعني عنوان كبير حيل إنه هني أبا عن جد لحامين هيدي المنطقة. ألف مبروك. ألف مبروك. أشعر يا أخي. ألف مبروك. بطل. أه. أشعر. أنا حالي.
أشهر من أن يعرف. بدنا نحكي بالنسبة للملحمة والمشاوي، داعيين الشباب اليوم على الافتتاح، شو بدنا نقول لهم؟ أول شيء بدنا نهنيهم ونثني على جهود الشباب اللي عم تقدر بهالظروف الصعبة تقوم بافتتاح مؤسسات جديدة. هذا ما دل على شيء، دل على تمسك وتثبت ابن الجنوب بأرضه ومكمل مشروع بالحياة. يعني ما عم يهتم اللي عم يقوم به العدو الإسرائيلي، هذا وجه آخر من المقاومة، فعل مقاومة. يعني اليوم غير أنه هو لؤي كمان عم بيطور من مؤسسة لمؤسسة لأفضل لأكثر، فاللي عم بيصير انه لؤي بلش مؤسسة صغيرة تطور اكبر فاكبر، فمن هني لخينا لؤي وان شاء الله من تطور الى تطور، من نجاح الى نجاح. هذا الكل بدنا نقول، نتمنى له كل الخير ويتسلم شوفي ان شاء الله. يعطيك الف عافية. يلا كنا بدنا نصور الخبز نحن اللي كانوا عم يشتغلوا الشباب، بدنا ناخذ اذن من رئيس الغرفه. يلا هذه مشهد من المشاهد اللي بعتموها اليوم الشباب، مشاهد النبطانيه. فراكي الملسع سودا، ديك منظر السودا، مع انه انا ما باكل سودا بس لعشاق السودا مبينة واضحة الفخامة. فراكي الملسة كفتة وسخين عالسخين. يلا هذا الخبز اللي كنا نحنا ناطرينه وعدونا فيه الشباب وقلنا لهم نحنا راجعين لعندكم، وهذا المناقيش اللبني اللي كان عم بقول انه مناقيش اللبني اللي عمل لها خلطة خاصة فيه. يعطيكم ألف عافية شباب. بدنا نسأل حدا من ال بدنا نسأل حدا من الشباب. لحتى لي أرجع أنا أذكر بالعنوان، فرن ملحمي مشاوي قاطس، النبطية الشارع الرئيسي، المدخل الرئيسي، بناية معهد الأفق. بالنسبة للدليفري الرقم محطوط على الأرمة، قال أنه فري دليفري وصل لمنطقة النبطية والجوار. هذا الكرواسون قبل شوي صورناه، هذا الميني كرواسون. يلا جيب وين لو اي ابي لا 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 لا.
صعبة. يلا مبروك و بيت لعنا مبروك. فيش حدا ليك ما تنظف الازازه كثير لان العالم مش عم يشوفها. بده حدا يعطينا رايه من الشباب. حسن شو بتعمل؟ وي شوي يا حسن الله يبيك. شو بدك ترقد فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شفناهن هلا كان طازة. هذا طازة الخبز هلا كان عينات. حط معك كبة حج. حط له كبة للحج لحتى ليدو. صادق وين حج صادق؟ صادق هنا بدك تو وين حج صادق؟ حج صادق مرة. هذا الحج صادق يا فندم. بدو يندوق الشباب. لا مش عم تعمل. لا خطر من تقي بس لو دايت. نحن هون كل شيء خصو ببعض رمضان ان شاء الله بطبلية الناي او لحم وبصل وبندورة. هي فخارة لحم وبصل وبندورة رح ينزل معها خبز سخن على طول. كل شيء بدكم تاكلونا يعني عنا بالملحمة كمان رح يكون في خبز سخن وشيء مرتب. هلا بتذوقوا بتشوفوا الطعم. تفضلوا. مين مع مين بدنا نحكي بعد؟ مين بدك شوف بدك تعطينا رأيك؟ نحن قبل ما ننهي اللايف مشاهدينا رح أعطيكم العنوان النبطي المدخل الرئيسي بناية معهد الأفاق فرن ومشاوي قط. يعطيكم ألف عافية وتضلوا بخير ويضل لبنان بألف خير والنبطية بألف خير.